بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا وصلنا لانجيل معلمنا متى في اصحاح 5 الجزء الاخير. سمعتم انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، واما انا فاقول لكم احبوا اعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، كي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. أفكركم تاني، ربنا يسوع له المجد كان بيقول سمعتم أنه قيل للقدماء أما أنا فأقول لكم، وقال قبلها ما جئت لأنقض بل لأكمل. ربنا يسوع له المجد قال سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وعرفنا أنه تحب قريبك كنفسك وصية إلهية، لكن تبغض عدوك كان تفسير فريسي وإضافة غير موجودة في الشريعة، بدليل أن في أجزاء من العهد القديم بتشهد لمحبة الكل ومحبة الأعداء. وقال أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. يعني لو قلبك مش مفتوح لعدوك، طب على الأقل بارك ولا تلعن، احسن ولا تؤذي، صلي ولا تدعي عليه، كي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. أبونا السماوي يتميز بحب للكل، الله محب واسمه محب البشر الصالح، مش بيميز في حبه بين إنسان صالح وإنسان شرير، بيطلع الشمس على الكل، بيمطر على الكل، بيأكل الكل، بيعمل خير للكل، وأحيانا دي تغيظ الأبرار. يعني بعض الأتقياء لما يلاقوا الأشرار ربنا برضو بيحبهم بيتغاظوا، طب ما هو أبو الكل محب الكل. إنما في الأبدية في نصيب مختلف للأبرار عن الأشرار، لكن طول ما احنا عايشين على الأرض الكل بيتمتع بربنا، وربنا بيحب الشرير عشان يرده عن شر، زي ما بيحب البار عشان يزداد برا، لكن هو مش بيحب شر الشرير، لا طبعا، لأن ربنا بيفضل ورا الأشرار عشان يتوبوا أو يؤمنوا طول حياتهم. كي تكونوا أبناء أبيكم يعني إيه؟ تعالوا نحكي حكاية البنوة. ربنا لما خلق آدم خلقه عشان يبقى ابنه بالتبني، عشان كده في انجيل لوقا لما يراجع معانا نسب ربنا يسوع له المجد يقول ابن ادم ابن الله. يعني من البدايه كده ادم خلق ليتمتع بابوه الله، والدليل ان ربنا خلقه على صورته ومثاله عشان يبقى بينه وبين ابنه في اتصال وفي معرفه وفي وجه شبه. إنما آدم أساء إلى البنو، شوه الطبيعة اللي خدها من ربنا، تشوهت الصورة الجميلة اللي واخدها من ربنا بالخطية، وكأن البنو راحت لأنه طلع بره الجنة وما عادش على اتصال سهل بربنا، وما عادتش الحكاية بجمال الأيام الأولى. فضل الإنسان يحاول يستعيد البنوة ومش عارف، راحت منه، إلى أن جاء الابن الكلمة، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح له المجد. بنقول الابن الوحيد، نقصد الوحيد إزاي؟ إنه الوحيد إله من إله، نور من نور، إله حقيقي من إله حقيقي، فهو الابن الوحيد الجنس، يعني من ناحية الطبيعة اللاهوتية هو الوحيد الابن. تجسد الابن الكلمة وبقى واحد مننا وشرف طبيعتنا البشرية،
باركت طبيعتي فيك. وقال يلا كلكم لو قربتوا مني ولزقتوا فيا وبقيتوا تبعي قولوا زي ما أنا بقول للآب كده أنت أبونا. يبقى المسيح له المجد بتجسده وفدائه أعاد إلينا البنو. يبقى البنو راحت بالخطية ورجعت تاني كنعمة بالفداء والتجسد. المسيح له المجد أخذ الذي لنا، الذي لنا اللي هو إيه؟ إحنا أولاد آدم، فبقى هو كمان ابن آدم. وأعطانا الذي له، إيه الذي له؟ هو ابن الله، فصرنا نحن أولاد الله. طب أنت بناخد البنوة؟ بناخدها لما نتعمد. لما الواحد يتعمد يدفن كبني آدم ويقوم كابن لله، يموت كطبيعة بشرية ويقوم طبيعة جديدة نقية تبع ربنا. زي ما بيقول الكتاب كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع. القصة ما خلصتش. طب احنا دلوقتي ولاد ربنا، احنا ولاد ربنا بس نقدر نمارس البنوة ونعيش كأولاد الله، وممكن لا نمارس البنوة ونعيش بني أدمين عادي. ودي بقى سر الآية دي، لكي تكونوا أبناء أبيكم. طب ما واحد متعمد يقول طب ما أنا بقول لربنا أنت أبوي على طول، نقول له معلش بس أنت ما تستهلهاش إلا لما تبقى شبه أبوك. ما تستهلش كلمة أبانا الذي في السماوات إلا لما تعمل زي ما أبوك بيعمل. تبقى البنوة أصيلة فيك وثابتة فيك وبين عليك لما تبقى زي أبوك في صفاته. يبقى مش كفاية أن الواحد اتعمد وخد طبيعة جديدة وتولد من جديد وتكتب اسمه في سفر الحياة، ومش كفاية أن يقول لربنا أنت أبويا، إنما كمان حاجة مهمة قوي يعمل زي ما أبوه بيعمل. عشان كده يقول إيه؟ لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات فإنه يشرق شمس على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. أنت ممكن تشرق بشمسك على الأشرار والصالحين؟ هتقول وأنا عندي شمس؟ لا، يعني الخير اللي عندك ممكن يروح للكويس والوحش، ولا تختص به الأقرباء والمعارف والناس الكويسين؟ طب وافرض واحد مش كويس، تعمل معاه خير ولا ما تعملش؟ ويفرض إنسان ظالم، تفضل تحتمل وتحبه ولا تنتقم منه؟ عاوز تبقى ابن أبوك، عاوز تبقى شبه أبوك، خليك خير للكل، حب للكل، سلام للكل، عطاء للكل. ليه؟ ما عندكش حاجة تاني غير كده. ما عندكش ساعة تقدم خير وساعة تقدم شر. ما عندكش لونين في حياتك، هو لون واحد. إذا كان الله محبة، إحنا أولاده لازم نبقى إحنا كمان محبة، لكي تكونوا أبناء أبيكم. إذا قصة البنوة اللي بدأت في آدم وتشوهت بخطية آدم وأعادها المسيح له المجد بالفداء وخدناها في المعمودية وثبتت فينا بالروح القدس والميرون نعيش بيها بالوصية. يبقى الوصايا اللي بيقولها لنا المسيح تبين إن كنا أولاد بجد ولا مش أولاد. مش بس كده، البنوة تكمل في السماء. يعني إحنا دلوقتي أولاد ربنا لكن البنوة مش كاملة. بمعنى إيه؟ يقول يوحنا في رسالته الأولى الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه متى أظهر سنكون مثله لأننا سنراه كما هو. يعني إيه؟ إحنا دلوقتي ولاد ربنا، من دلوقتي بنقول أبانا الذي في السماوات، إنما مش شبه ربنا كفاية، مش واخدين صفات من ربنا كفاية، إنما عندنا وعد لما نخلع هذا الجسد ونيجي مع المسيح السحاب في اليوم الأخير وندخل الملكوت معاه سنراه كما هو ونتمتع بربنا إلى الأبد. وهنا تكمل البنو، هنا مجد أولاد الله. يعني إحنا أولاد ربنا بس المجد مش كامل،
ليه؟ بدليل لسه في أحزان وفي خطايا وفي ضعفات وفي مشاكل وفي هموم. ليه؟ لأنه الخليقة كلها تنتظر استعلان مجد أولاد الله. كل البشرية عايشة مستنية أولاد ربنا دول يبان عظمتهم كأولاد ربنا. يبقى لما نعيش اليومين بتوع الدنيا متشبهين بأبونا السماوي بالمحبة بالذات، وننمو في المحبة، يقول صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيحي، بعد شبه المسيح. ساعة ما يجي ربنا يسوع له المجد يقول دول بتوعي، دول شبهي، دول كانوا يشرقوا شمسهم على الأبرار والأشرار، دول بيمطروا على الأبرار والظالمين، دول عرفوا يحبوا الكل، ما كانش عندهم حاجة تانية يقدموها غير حب. يبقى أول دافع يخلينا نحتمل الأشرار ونحبهم أن احنا نبقى أولاد أبونا، وده دافع مهم. إيه اللي يخليك تستحمل واحد ظالم واحد مفتري واحد شرير؟ عشان لما تيجي تقول أبانا الذي، يبقى لك عين وانت بتقول أبانا الذي، تقدر تقول له يا رب أنا بقول لك أبانا الذي لأني شبهك، أنا كمان استحملت زيك، أنا كمان اتظلمت زيك، أنا كمان بحب اللي ظلمني زي ما انت علمتني. فلما تقول له أبانا الذي، ربنا يقول لك نعم انت فعلا ابني. يبقى ده دافع مهم يخلي الواحد يقول له مع ان الوصية يا رب شكلها صعب، بس اذا كانت هتخليني ابنك ده نعمل اي حاجة في الدنيا. مش كفاية ان ربنا كله يبقى ابويا؟ الدافع الثاني برضو لكي تكونوا ابناء ابيكم، لو ابوك ربنا ايه اللي هيحوجك لانسان عشان تكرهه؟ وهو الناس بتكره بعض ليه؟ عشان بيتخانقوا على حاجة، اما على كرامة، اما على فلوس، اما على مركز. اللي عنده ربنا كله ابوه، طب هيتخانق مع الناس على ايه؟ اللي عاوز حاجة خده، انت معاك ربنا كله. فاذا كنت ربنا ابوك فعلا هتلاقي الوصية مش صعبة، هتحس انه ادي للناس كل اللي هي عاوزاه، وحب الناس مهما كانوا، لانه انت مش عاوز منهم حاجة، انت مش منتظر منهم كتير، انت كفاية عليك ربنا مشبعك، ومحبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. تلاقي نفسك كبير. الكبير لا يقف عند الصغائر. طب والواحد يبقى كبير ازاي؟ يبقى كبير بربنا، يبقى كبير بابوه. لما يكون ربنا له كل المجد ابوك تبقى انت كبير قوي. فالحاجات الصغيرة بتاعت الناس دي توقفش عندها، حاجات صغيرة. وبعدين حاجة كمان، اذا كنت ابن ابوك يبقى هتورث ابوك، ده دافع اخر انك تحب اعدائك، هو دافع الميراث الابدي. لو الواحد حاطط عينه على الحياة الابدية والميراث الابدي، وانه يورث ربنا له المجد، ده تعبير كتابي، ان كنا اولاد الله فاننا ورثه، ورثه الله ووارثون مع المسيح. طب هو دي حاجه قليله؟ لما يكون الميراث الابدي ده يثبت لو عشت ابن صالح تحب الناس ويروح لو تخليت عن الوصيه وما عرفتش تحب الناس. لا، ده احنا نحب الناس ونص عشان الميراث ما يروحش، عشان يبقى لنا مكان في السماء، ونحتمل الناس ونصبر على الناس ونصلي من أجل الناس، كلها يومين ويعدوا. فلكي تكونوا أبناء أبيكم، هو ده الدافع. مهما كانت الوصية صعبة، الوصية صعبة لو ما وراهاش دوافع، إنما عشان تقول لربنا أنت أبويا ده دافع كبير. وعشان تعرف إن ليك ميراث وكنز في السماء مستنيك ده دافع آخر. لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم، أليس العشارون أيضا يفعلون ذلك؟ لو أنت حبيت الناس اللي بتحبك، إيه اللي عملته زيادة؟ يعني أنت في المعمودية بقيت ابن لله، حاجة كبيرة أوي. طب لازم يبان فرق بينك وبين أي إنسان مجرد بني آدم. أنت دلوقتي مش مجرد بني آدم، أنت الروح القدس اللي فيك خلاك ابن لله. لو هتطلع بعد المعمودية تحب بس اللي يحبوك، أي فضل لك؟ إيه الزيادة؟ إيه الجديد؟
طب ما الناس اللي في الشارع بتعمل كده، طب اللي مفهومش روح ربنا بيعرف يعمله دي. الإنسان الطبيعي بيعرف يحب ناسه، الإنسان الروحاني لازم يعرف يحب الكل. فهنا ربنا يسوع له المجد بيحط مقارنة بين البشر الطبيعيين وبين البشر السماويين بتعبير القديسين، بين أولاد آدم وبين أولاد الله، فرق كبير. أولاد آدم يحبوا اللي يحبهم ويكرهوا اللي يكرههم، إنما أولاد الله يحبوا الكل، ما يعرفوش يكرهوا أبدا. إن أحببتم الذين يحبونكم أي أجر لكم. لو رحت السماء وقلت ربنا أنا حبيت أخويا وابن عمي وعيالي، يقول لك ودي عاوز عليها أجر. أجرها إيه دي؟ طب ما دي حاجة طبيعية، وكل الناس بتحب عيالها وتحب إخواتها. أما جارك اللي أنت تعبان معاه ده معرفتش تحبه ليه؟ تقعد تشكي وتقول أصل وفصل؟ لا، أيا كان المفروض تقدم له حب. معرفتش تقدم من قلبك، قدم بإيدك وقدم بكلمة حلوة وادعي له وصلي له ربنا يهديه. إنما أنت ما قدمتش حاجة خالص، منتظر أجر على إيه؟ على حبك لأقربائك، الحب الطبيعي يعني. يبقى أنت ما أنتش فاهم الوصية دي، ملهاش أجر، دي أجرها في الدنيا. ليه؟ حبيت ناسك وناسك حبوك، خدت أجرها. إنما لما تحب اللي ما بيحبوكش أجرك في السماء، لأن في الأرض ما فيش أجر لدي. ده في الأرض في مشاكل، إنك تحب ناس بيبغضوك ده أنت كسبان تعب وكسبان ضيقات وكسبان مشاكل. طب ومال؟ بس في أجر في السماء بقى. أليس العشارون أيضا يفعلون ذلك؟ ربنا جاب أشهر الفئات الخاطئة في الزمن ده. العشارين دول كانوا الناس اللي بيطلعوا الضرائب أو الجباة، بياخدوا الناس الجزية من الناس عشان يسددوا للدولة الرومانية، وكانت الناس بتكرههم وكانت أخلاقهم وحشة، فيهم الكذب وفيهم الرشوة وفيهم العنف والأذية. واللي طلع منهم بقى قديسين زي متى العشار وزي زكى العشار. أليس العشارون يفعلون ذلك؟ ولدرجة لما كانوا يحبوا يشتموا ربنا يسوع له المجد يشتموه بيهم، يقولوا محب العشارين، يعني أصل دول زي الحرامية، فكانت إهانة لربنا يسوع وهو بيحبهم فعلا. وإن سلمتم على إخواتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشارون أيضا يفعلون هكذا؟ برضو أحيانا يحصل في الأشغال أو في السكن أنه ناس تتعب الإنسان المسيحي، وبعدين يقوم ما يسلمش. ليه ما تسلمش؟ ليه وانت هتسلم بس على اللي بيحبوك؟ وأي فضل لك؟ لا، لازم تسلم، سلم. طب هو ما بيردش السلام، مش مهم، فليرجع سلامكم إليكم. وهو السلام يعني من رده، ده السلام من ملك السلام، انت مش محتاج الرد منه. إنما انت اعمل، قدم السلام، وافضل قدم السلام على طول، عشان لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير. إن سلمتم على إخواتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشارون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. نهاية المطاف، خليكوا كاملين، دي وصية الكمال، دي شريعة الكمال، سماها معلمنا يعقوب في رسالته: من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية. ليه ناموس كامل؟ مفيش أعلى من كده، مفيش أحلى من كده، مفيش أعظم من كده. إن الإنسان يحب أعدائه، مفيش أرقى من كده. ده الكمال بعينه، إن الواحد يحب كل الناس مهما كانوا بلا شروط. كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. كمان كونوا كاملين، تعلمنا إن الوصية دي ممكن نتدرج فيها، ممكن ننمو فيها. يعني أنت واقف فين من الوصية دي؟ تاخد 2 من 10 سنة. طب يلا يلا نصلي ونجاهد وندرب نفسنا ونقدم حب ونطلع نبقى 3 من 10، 4 من 10، 5 من 10 ونكبر.
لأن قوته في الضعف تكمل. تقول له يا رب أنا ضعيف مش عارف أحب الناس زي ما أنت عاوز كده، لا مش عارف، مش عارف أصلي للذين يسيئون إلي دي، مش عارف أحب عدوي ده، أنا بالعافية بحب قريبي. طب وماله؟ ما هو ربنا قال ابتدي وأنا هساعدك، بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. وقوته في الضعف تكمل. كونوا كاملين، هنبقى كاملين بربنا، بروح ربنا اللي فينا، هو اللي يكمل ضعفنا ويكمل عجزنا ونقصنا ويساعدنا نعمل اللي ما نقدرش نعمله كبشر طبيعيين. قلبنا المحدود ما يقدرش يتخطى الناس بمشاكلها بمكائدها. إنما عندنا أمثلة كتير لحب الأعداء في الكتاب المقدس حتى في العهد القديم. يعني واحد زي داود النبي لأنه امتلأ من روح ربنا، شاول كان عاوز يموته وقعد سنين يجري وراه عشان يموته، وبرصد كل قواته الحربية عشان يخلص منه، وشاول يقع في إيد داود أكتر من مرة، والناس كلها تقول له ربنا حطه في إيدك، يقول لهم أبدا، حاشا لي أن أمد يدي إلى مسيح الرب، مسيح الرب هو، ويقف يحامي عنه. وبعدين لما يتواجهه يقول له مين بس قلبك عليا كده، انت طالع تدور على مين؟ وراء من خرج ملك اسرائيل؟ وراء كلب ميت؟ وراء برغوث واحد يحكم الرب بيني وبينك؟ هو ذا الرب وضعك في يدي وقيل لي ان اقتلك، ولكن قلت حاشا لي ان امد يدي لمسيح الرب. فعلى طول شاول يبكي، شاول الجبار الممتلئ كراهية وعنف وحقد وحسد وجواه شيطان يبكي تأثرا، يقول له أنت أبر مني يا ابن داود، هو في حد يقع عدوه في إيده ويسيبه؟ أنت أبر مني، وأنا عارف أن ربنا هيخليك ملك عشان محبتك دي. وداود عرف يحب عدوه من العهد القديم. يوسف لما أخواته باعوه بهدلوه وبسببهم عاش سنين متعذب محروم من أبوه وتمرر وبقى عبد، وبعد كده بقى سجين، وكل ده بسببهم. وبعدين حصلت المواجهة أخيرا وكان في إيده ينتقم، وهم جم يترجوه وسجدوا قدامه وقالوا له أبوك موصي علينا واوعى تعمل فينا. بكى يوسف تأثرا وقال لهم أنتوا فاكريني أنا هنتقم؟ أنتقم إزاي؟ أنتم أردتم لي شرا والرب قصد به خيرا. ده ربنا عمل خير لاستبقاء حياة، ده كتر خير ربنا اللي حول شركه الخير ليا وللدنيا كلها. وقت المجاعة بقى لولا يوسف ده كانت الناس ماتت. ويوسف أحب إخواته بصدق، وحتى لما ملك الانتقام ما فكرش خالص ينتقم، وقال لهم أنا أرعاكم وأرعى أولادكم، ما عنديش خالص حتة الانتقام، أنا بحبكم لسه. طب والسنين اللي تعذبت بسببنا والمر اللي شربته ده كله أنت عند ربنا، ربنا حول المر ده كله فرح، ربنا خد كاس المر ده وعمله أكاليل في السماء وعلى الأرض، ربنا عرف يطلع من الجافي حلاوة. طب أنا هل أنا مكان الله؟ ده ربنا اللي بيعمل الحاجات الحلوة دي، المر اللي في إيده طالع حلو أوي. فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. أجمل وصية في المسيحية أحبوا أعداءكم في اعتقادي، لأنها تبرز عظمة إيماننا المسيحي، ده يميزنا عن كل البشر، لأنه ده يتسامى بالإنسان فوق كل النواميس وفوق كل الشرائع، يخلي الإنسان فعلا متسامي جدا راقي جدا عشان يحب أعداءه ويضحي من أجل أعدائه ويقدم الخد الثاني. هو ده بقى الكمال الحقيقي اللي تفضل البشرية بصاله كده لفوق بإعجاب. وطبعا المثل الأعلى ربنا يسوع له المجد، لأن عمل كل الكلام ده بحياته، أحب صالبيه ومات من أجل صالبيه. احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم. الجزء الأولاني من الموعظة على الجبل بدأ بالتطويبات، وبعدين كمل على سمعتم أنه قيل للقدماء أما أنا فأقول لكم. فالجزء الأولاني كله عن الفضيلة وعن السمو
وعن الرقي في الأخلاق، لا تغضب ولا تنظر ولا تحلف، وحب عدوك، وطوبى للمساكين بالروح، وطوبى للحزانة، وطوبى للجوع والعطش للبر. يجي الجزء بتاع العبادة، الصلاة والصدقة والصوم. يمكن ربنا يسوع ما ابتداش بالجزء ده، لأنه لو ابتدى به يمكن اليهود يظنوا أنه هو ده الدين. الدين مجرد صلاة وصدقة وصوم، شوية ممارسات يخدروا بهم ضميرهم. فربنا ما بدأش دي ليه؟ عشان يوضح أنه التدين الحقيقي مش مجرد صلوات وأصوام وصدقات. ما الفريسيين كانوا بيعملوا الحاجات دي وكان قلبهم أسود، وشبه قلبهم بالقبر اللي جواه عظام أموات وكل نجاسة. إنما ابتدى أن الدين هنا أو التدين الحقيقي يرقى بالإنسان ليكون ابن الله، تشبه بالمسيح له المجد الابن الوحيد. لكن من ناحية العبادة بقى، كيف تتنقى العبادة؟ في زمن يهودي كانت العبادة ملوثة بالرياء، كلها مشوهة بالرياء. احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم. ضمنيا هنعمل صدقات، يعني ربنا بيشجع وصية الصدق والعطاء بأشكاله. ما اهتمش ربنا يقول الصدقات قد ايه. عندنا في ملاخي يقول هاتوا العشور وجربوني، ومع الشاب الغني قال له بع كل مالك وتعال اتبعني. فعندنا من اول العشور لغاية كل الاموال الصدقات مفتوحة. لكن الاهم من كمية الفلوس او العطاء اللي انت هتجيبه هو القلب اللي وراه. فاحترزوا من ان تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم. اخطر حاجة ان الواحد يكون بيعمل الصح عشان الناس تبص عليه وتسقف وتمجد فيه وتعظم فيه. كده يبقى الحاجة مش واصلة لربنا، كده يبقى بيمثل على ربنا وعلى الناس، ودي اللي بنسميها الرياء. ودي خطيئة مشهورة لمجتمعات التدين، للناس المتدينين اللي يحبوا يصلوا كتير ويصوموا يقعوا في الموضوع ده زي الفريسيين. ودي الخطيئة اللي وقع فيها حنانيا وسفيرة في سفر الأعمال. لقوا كل الناس الحلوين بيبيعوا كل حالهم ويحطوا الفلوس تحت رجلين الرسل، والرسل يوزعوا على الناس بالتساوي زي ما يكون الواحد محتاج على قد احتياج الناس. فممكن فقير ياخد أكتر من غني، لأن الفقير عياله أكتر مثلا. هو عجبهم المنظر وحبوا يعملوا زي الناس الحلوة اللي بتعمل كده، بس جواهم تعلق بالفلوس، جواهم حب للأرض. فباعوا وجابوا شوية فلوس قليلة وحطوا تحت رجلين بطرس. ومعلمنا بطرس عرف طبعا بالروح، فقال لحنانيا أنت لم تكذب على الناس بل على الله. أنت بتكذب على ربنا؟ الرياء كذب على ربنا. ليه؟ هو ربنا أنت بتعمل الحكاية دي عشانه خالصة ولا عشان الناس؟ طب هو ربنا هيضحك عليه؟ ده ربنا فاحص القلوب، عارف القلب. ده في واحد يبقى نفسه يدي وما عندوش اللي يديه، ربنا عارف قلبه. عشان كده في صلواتنا نقول ايه؟ الذين يريدون ان يقدموا وليس لهم، دول نحطهم قبل الذين قدموا في أشية القرابين. الذين يريدون ان يقدموا وليس لهم، والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين، أعطيهم الباقيات عوض الفانيات، السماويات عوض الأرضيات، الأبديات عوض الفانيات. لكن احنا بنطلب من أجل حتى الناس اللي نفسها تدي وما عندهاش. يجوز واحد فعلا قلبه بيحب ربنا، لو عنده ملايين كان هيديها لربنا، يبقى ربنا رصد له الملايين دي كلها. واحد جايب حاجة قليلة ومستخسرها في ربنا وعينه فيها، وعاوز بس الناس تعرف انه تبرع وانه تصدق، وربنا يقول له ما انت جايبها ليه؟ واحنا محتاجين؟ احنا مش محتاجين، ده ربنا هو الغني، هو صاحب كل شيء، من يده وله كل شيء. احترزوا من ان تصنعوا صدقاتكم قدام الناس لكي ينظروكم. حكاية بقى المنظر،
ده بيضيع ناس كتير. وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأذقة لكي يمجدوا من الناس. الرياء درجات، يبتدي الأول بميل داخلي في القلب أن الناس تعرف أنا عملت إيه، مجرد بس ميل كده، شهوة يا ريت الناس تعرف أن أنا دفعت كذا أو أن أنا عملت كذا، رغبة. وبعدين تطلع في الكلام، تيجي الشخص يتكلم عن إنجازاته وعن خدماته وعن تبرعاته. وبعدين بقى شيطان الرياء ده ياخده بقى ويغلبه خالص ويزله، ويبقى قبل ما يعمل أي خير عاوز الدنيا كلها تقف تعظم وتمجد. فوصلت مع المرائين دول إن هم يبعتوا كده شخص يقعد يزمر يقولوا فلان جاي الهيكل عشان يحط فلوس. فبقى منظر يعني مضحك، لكن الشياطين بيسخروا من البشر، خليكم حطوا الفلوس بس كل اللي بتعملوه ده تضيع وقت وتضيع فلوس. ليس لكم أجر عند أبيكم، ده أبوك، هو اللي بينك وبين أبوك ده محتاج حد تاني يعرفه. هو أنت يوم ما هتدي أبوك حاجة هتقول للناس كلها خدمت أبويا؟ ده أنت بوظت العلاقة. وهو أبوك هيقبل منك بعد كده؟ يقبل منك وانت عمال تقول ده انا عملت وسويت لابويا؟ فين بقى حكاية ابوك دي بقى؟ لكي يمجدوا من الناس، عشان كده ربنا يسوع يقول مجدا من الناس لست اقبل. علمنا اوعى تقبل مجد الناس، اوعى تاخد الكرامة وتبلعها. يمكن الناس تشكر فيك لانك خدمت بس ما تقبلهاش جواك، ما يقبلهاش. احنا مش هنقدر نسكت الناس، لكن انت جواك قابل الكلام مبسوط بيه، عاوزهم يستزيدوا، عاوز تقول لهم وكمان وكمان وتحكي، ولا انت الكلام ده مش عاجبك وجواك عمال تقول ده نعمة ربنا اللي خلتني اعمل حاجة عدلة، ده انا افقر من اي حد في العطايا. هنا حاسب الغرض هو اللي هيحكمك قدام ربنا. احيانا ما نقدرش نخفي العطايا 100%، احيانا كده. فالمهم هو الخفاء في القلب مش الخفاء في المظهر. يعني ايه؟ يعني المهم غرضك، غرضك انت ايه وانت بتدي. لانه احيانا تضطر تعمل خدمة الناس تعرف انك بتخدم. هل ما تخدمش خالص؟ لا اخدم، خسار. لكن جواك راجع على قلبك دايما وعلى نفسك انك ما تكونش خدمتك رايحة عشان الناس تمجد فيك. خلي خدمتك دايما دي حاجة بينك وبين ربنا، وانت بتقدمها وانت مكسوف كده بالتضاع، يا رب تقبل مني، انا ما استاهلش اقدم حاجة، تقبل مني شوية الساعات شوية الوقت شوية الفلوس، انا المفروض اديك العمر كله لانه ملكك والفلوس كلها لانها عطيتك، انما انا سارق منك كثير وده اللي فاضل برجعه لك. يبقى الواحد بيقدم بخجل. الناس بقى تقول ايه؟ ما تفرقش الناس، الناس دول هيمشوا مش هيقعدوا، والناس النهارده بيمجدوا فيك بكره ممكن يلعنوا فيك، الناس يعني حكمهم ما يفرقش. واما انت فمتى صنعت صدقه فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك. يعني خلي عندك حرص. طبعا ربنا يسوع بيقولها كمثل، ما تعرفش شمالك اللي بتعمله يمينك. اليمين هنا رمز للغرض الطيب، يعني بتعمل خير حبا في الله حبا في الناس. الشمال إشارة للغرض السيء، مجد الناس الكرامة. فبلاش الشمال يدخل على اليمين، يعني اعمل الخير باليمين بحيث تبقى العطية خالصة، تبقى بتقدم الصدقة أو التعب أو الخدمة عن حب خالص. بلاش يلوث بفكر يساري، فكر شمال، فكر فيه ايه؟ بحث عن الكرامة والمجد والعظمة والمركز. زي واحد يدخل الخدمة ويبقى عاوز يبقى له منصب، منصب جوه الخدمة، وهي الخدمة مناصب، ده الخدمة غسيل أرجل، عاوز تاخد منصب فين تغسل الرجلين؟ وده ينفع الكلام ده؟ المناصب دي في الدنيا، المراكز دي في الدنيا، إنما في الخدمة الشاطر اللي يتعب أكتر، هي دي الشطارة.
لكن واحد يدخل الخدمة ويفكر في المناصب والمراكز والقيادات، طب ما انت كده وقعت في الرياء لكي يمجد من الناس، وهتستنى أجر على ده كله؟ فين الأجر؟ ما خلاص، ما انت خدت تعظيم من الناس وتكريم، تيجي عند ربنا تقول له انا تعبت وعملت، يقول لك ما حصلش، ما شفتش، انت كل اللي عملته خدت حقك عليه في الدنيا. انما اللي يقعد يتعب وربنا يقول له حبيبي انت تعبت كتير، يقول له فين يا رب تعبت، ده انا ما عملتش حاجه خالص، يقول له لا انا شايفك بتتعب كتير وبتعمل كتير، بس انت عشان قلبك متواضع وعن حب ما انتش دريان انك بتتعب. لا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية. هنا ربنا عاوز ينقلنا للعلاقة الخفية بالله. عند اليهود انحرفت اليهودية أو العبادة اليهودية إلى المظهرية والفريسية والرياء، فربنا يسوع له المجد عاوزنا نفكر بطريقة تانية. عاوز كل واحد فينا بينه وبين ربنا سر، بينه وبين ربنا عشرة، بينه وبين ربنا عمار، حاجات كتيرة خفية، زي بين العريس وعروسته، زي بين الأب وابنه، دي حاجات ما تتحكيش، دي مشاعر ما تتقالش، دي عشرة طويلة ما مش مفروض حد يعرفها. الخفاء أساس للحياة الروحية في كل حاجة، وده هيجي دلوقتي في الصوم وفي الصلاة في كل توصيات ربنا. أحيانا نكون يعني نميل أن احنا نعبد ربنا قدام بعض، يعني مثلا في الصلوات والاجتماعات تلاقي الدنيا زحمة، كام واحد فينا بيقضي زي ساعة في بيته لوحده، واحنا بنقعد ساعة هو مع بعض، لكن طول ما احنا شايفين بعض في دافع كده نفسي. انما هل ممكن تقعد لوحدك الساعة دي مع ربنا ومحدش يدرى انك قعدت مع ربنا ساعة؟ هذا حب بقى، دي حاجة بينك وبين ربنا خالصة. طبعا حلو ان احنا نيجي نتعلم ونصلي مع بعض، لكن الاجمل كمان انه جنب ده يكون في ساعات اخرى من الخلوة والتأمل والصلاة والخفاء، تبقى الحكاية شخصية خفية. يبقى كده ربنا حاسس ان احنا بنحبه بصدق، مش بنتظاهر ان احنا بنحبه قصاد بعض. ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فانهم يحبون ان يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. برضه حكاية اختيار الزاوية دي، زوايا الشوارع، عشان يبقى اللي جاي من الناحية دي واللي جاي من الناحية دي شايف. طبعا ده الدافع هنا مش نقي بالنسبة لليهود، التفكير كده غير نقي بالمر عشان يزود مساحة الرؤية، بينما ربنا يسوع بيقول صلي في الخفاء. يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع، وهنا ممكن الواحد قصاد الناس يطول في الصلاة. يطول ليه؟ عشان يقولوا ده بيصلي كتير، زي ما قال على الفريسيين لعلة يطيلون الصلوات. يعني لما تقفل على نفسك ومحدش حاسس بيك وتطول، يا بختك قاعد مع ربنا قاعدة طويلة. يعقوب طول في ليلة المسيح جاله، سليمان الحكيم طول في ليلة يصلي جاله المسيح. يعني كونك تقعد مع ربنا بالساعات دي حاجة جميلة قوي، انما انت واقف ومطول عشان الناس تقول يا سلام على فلان ما قعدش طول القداس، هو انت واقف الساعتين عشان تسمع الكلمة دي؟ طب ما انت كده ضيعت كل تعبك. الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم. عدو الخير وحش، يسيب الواحد يصلي ويصلي ويصلي وبعدين يسرق كل تعبه، يسيب الواحد يدي ويتبرع وبعدين يسرق كل تعبه، يسيب الواحد يصوم وينقطع ويتعب ويتنهد وبعدين يسرق كل تعبه على الجاهز. ليه؟ يستوفي أجره على الأرض. يجي عند ربنا يقول له أنت ما صليتش. إزاي يا رب؟ ده أنا صليت سنين وصمت سنين وتصدقت بأرقام. يقول له ما وصلتش السام، ما جاتش عندنا. ليه؟ استوفوا أجرهم. عدو الخير خبيث، يسرق تعب الواحد. عشان كده خطية الرياء
يسموها خطية سارقة تسرق كل تعبك، تتعب 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 وبعدين يجي الشيطان عالجاهز وياخد الحاجة ياخدها من ايديك. كانوا يشبهوها زمان لما اليهود يستعبدوا للمديانيين او الشعوب اللي حواليهم، وفي وقت الحصاد يعني يتعبوا طول الموسم، وفي وقت الحصاد يجوا جماعة المديانيين دول يقشوا عالجاهز. فشبهوها الاباء بحكاية الرياء دي، الواحد يتعب وبعدين كده يجي الشيطان يملى دماغه شوية افكار فيها الرياء وفيها المجد الباطل يوم يروح كل تعب. احترزوا، يعني الواحد هو بيعمل حاجة روحية يبقى بيقاوم الفكرة واخد باله ومش عاوز الناس تعرف، ولو عرفوا مش عاوز قلبه ينشغل بالموضوع وعاوز يفضل تعبه خالص بينه وبين ربنا، وعاوز الحتة الخفية تبقى أكتر من الحتة المعلنة عشان يصون حياته مع ربنا. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء. فلاحظوا من ساعة ما ربنا قال لنا لكي تكونوا أبناء أبيكم، قعد بقى إيه كل شوية يقول أبوك، عاوز يقول لنا الحياة الروحية كلها علاقة ابن بأبوه. أجمل حاجة عندنا الحتة دي، أن الواحد بيكلم ربنا كأب بكل ما تحمله من حب ومن دالة ومن ثقة ومن رجاء ومن عشم ومن عشرة، كل المعاني دي أساسية في حياتنا مع ربنا. قال خليك زي أبوك بيحب الناس كلها، خليك كامل زي أبوك ما فيهوش حاجة ناقصة، ما تعمل حاجة عملها لأبوك عشان تبقى بينك وبينه محدش يشوفها. لما تصلي اقعد قعدة خاصة بينك وبين أبوك وحكي براحتك. ربنا يسوع يجي في سفر الرؤيا يقول ايه، انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. قعدة اب مع ابنه، يعني قعدة جميلة كده فيها الدالة وفيها الحكاوي، وتلاقي الحكاية ممكن تقعد بقى بالساعات، المفروض نوصل لكده. ادخل الى مخدعك واغلق بابك وصلي الى ابيك. طب في ابواب ما بتتقفلش، يعني في بيوت ضيقه تلاقي ما فيش باب بيتقفل. اغلق بابك، الاهم من الباب الخشب الباب ده والباب ده والباب ده، باب الحواس. ما انت ممكن تبقى قافل باب اوضتك وبعدين ودانك سامعه ايه اللي بيحصل بره، يبقى ما قفلتش. ممكن تبقى قافل الباب بتاع الخشب يعني وبعدين عينيك عمالة تبص كده يمين وشمال وانت مش مركز في الصلاة، يبقى برضو ما دخلتش في الصلاة. اغلق بابك معناه ادخل للعمق، قفل على كل حاجة عشان تدوق ربنا اللي جواك، ده روح ربنا جواك، ربنا مش بعيد عنك. فعشان تشبع بيه قفل شوية. ما هو صعب ان الواحد يبقى بيحكي مع الناس بالساعات وبعدين يدخل يصلي يبقى مش عارف يصلي، عاوز بشوية وقت كده مهلة عشان الكلام اللي دخل دماغه ده يطلع، وعينيه دي اللي عمالة طول اليوم شايفة حاجات ومناظر عاوزة تهدى، وودانه اللي واخدة وش كتير عاوزة تهدى. اغلق بابك حتى جوه الكنيسة. ما انت طب ما انت هتيجي تصلي جوه الكنيسة هتقفل بابك ازاي؟ اقفل بابك ما تبصش حواليك. في واحد واقف في الكنيسة عمال يبص مين جه ومين واقف ومين قاعد ومين هيتناول ومين لابس ايه، الله وواقف بس وحاسبها صلاة. اغلق بابك، صلي لابوك. غيرك واقف في القداس فرحان بربنا وطاير للسماء، انت مضيع عليك الساعات الجميلة اللي ملهاش تمن دي، يمكن تتحسر عليها بعد العمر. اغلق بابك حتى باب قلبك، ما تسيبش الشعور يروح كده ولا كده، حتى باب عقلك السرحان اللي يروح كده ولا كده، اغلق بابك. ده جهاد الواحد يحصر فكره ويحصر مشاعره يعني يحرس حواسه عشان يفضل كده مركز على قد ما يقدر، وربنا يديله بقى نعمة ويحسسه بقى بجمال الصلاة. علمونا الآباء أن الصلاة تبتدي باللسان، صلاة الفم يسموها وصلاة اللسان، تبتدي كلام وبعد كده اسمها صلاة الذهن أو صلاة العقل، تفكر في اللي بتقوله، بعد كده صلاة القلب تحس باللي بتقوله وبتفكر فيه،
وبعدين تيجي درجة رابعة عالية بقى اسمها صلاة الروح. صلاة الروح بقى يعني الروح القدس هو اللي سايق الصلاة، هو اللي يديك أفكار ويديك مشاعر مش أنت بقى خالص. دي حالة روحية جميلة، ربنا بقى اللي بيتكلم، زي يقول تسكت لسانك ليتكلم قلبك ثم سكت قلبك ليتكلم الله. درجة جميلة قوي. كل ده الحكاية محتاجة اغلق، سكت في الاول، سكت لسانك. واحد بيتكلم كتير قوي، طب ما هو هيلحق يصلي ازاي؟ في واحد يبقى وسط الناس وقاعد محبوس كده وسط الناس انما ساكت وبيكلم ربنا جوه قلبه، وفي واحد جوه الصلاة ومخه مع الناس. ادخل الى مخدعك واغلق بابك وصلي لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نيته. على قد ما الواحد يبقى بينه وبين ربنا حاجات خاصة داخلية، على قد ما ينمو روحيا. كل ما الواحد بقت صلاته داخله في قلبه الهزيز ده، يفضل ينادي على ربنا طول اليوم والناس مش داريانة انه بيصلي. في واحد يبقى طول ما هو بيتحرك بيكلم ربنا ولسانه حتى مش باين عليه، جواه كده دماغه مع ربنا، مشغول بربنا، يا رب يسوع اشكرك، يا رب يسوع ارحمني، يا رب يسوع المسيح غيرني، يا رب يسوع المسيح اهديني، وطول الوقت بيكلم ربنا ومش باين عليه حاجه. وممكن يرد على الناس ويرجع يكلم ربنا تاني، وممكن يركز في حاجه ويرجع لربنا تاني، عايش مع ربنا. ده أبوك الذي يجازيك في الخفاء، الذي يراك في الخفاء يجازيك علانية. يجي بقى إيه، يقف في السماء كده ونبص له كده ونغير منه، كوكب ضخم عظيم، يقول الله ده ما كانش حافظ زينا صلوات، وما كانش يعرف تسبيح، وما كانش له في الألحان، بس كان بيصلي على طول. أنت في الخفاء جوه قلبه بينه وبين ربنا، ويسبق ناس كتير قوي لأنه كان مشغول بالخفاء. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم. الأمم الوثنيين كان عندهم التكرار بحجة أن ربنا لما نقعد بس نعيد ونزيد في الحاجة يستجيب. هما طبعا ربنا عندهم دي أوثان، دي حجارة. فاكرين لما إيليا وقف قدام جمهور الناس جابوا البعل وعملوا مذبح لربنا وقال لهم إن كان البعل هو الله أعبدوه وإن كان الله هو الله أعبدوه، قعدوا من الصبح للغروب يصلوا للبعل ويتقطعوا ويتحاربوا ويموتوا في بعض عشان يرضوا البعل، وهو إليه يسخر منهم يقول لهم علوا صوتكم ليكون من نايم على البعل على التمثال. فكانوا يكررون الكلام باطلا، لكن تكرار الكلام في ذاته ده وصية. يعني اللجاجة دي فضيلة، كونك تلح في الصلاة أو تلج في الصلاة دي وصية، ده ربنا حط عليها مثلين ربنا يسوع في إنجيل لوقا، لما قال مثل صديق نص الليل، قال واحد نايم غلبان كده في فرشته مع عياله، وخبط عليه واحد وقال له قرضني ثلاث رغيفة، جالي واحد من صفر يقول له معايا العيال في مش يقعد يزن ويخبط، يقول إن ما كانش عشان صاحبه هيقوم عشان لجاجته. وبعدين ادانا مثل تاني بتاع قاضي الظلم، تجي له أرملة ملهاش صاحب غلبانة وتقول له انصفني، يطردها مرة واثنين وعشرة، وبعدين يقول زهقت أنا ما بخافش ربنا ما يهمنيش حد، إنما كفاية الست دي دوشتني. فيقول اسمعوا ما يقول قاضي الظلم، أفلا ينصف الله مختاري الصارخين إليه ليلا ونهارا وهو متمهل عليهم. يبقى هنا الصارخين ليلا ونهارا فيها تكرار وفيها إلحاح. التكرار في ذاته مش مرفوض، لكن التكرار الباطل يعني مجرد تفتكر أنه عدد الصلوات هو اللي يخلي ربنا يستجيب ده غلط. تفتكر أنك من غير ما تتركز في الصلاة بس تقعد تقوله خلاص ده كافي للصلاة، لا ما يخليهاش صلاة دي. لما ربنا يسوع ليلة صليبه كان بيكرر صلاة إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، ويرجع يقولها تاني ويرجع يقولها تالت. إذن التكرار في الصلاة فضيلة، ولكن التكرار الباطل كالأمم ده اللي مرفوض.
يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم، ده ظن غلط. الحكاية مش كده، مش كتر كلام. كتر كلام يعني ايه؟ برضو في واحد يحب ينمق في الصلاة، يعني واحد يجي يصلي قدام الناس كده يوعظ ربنا، يقعد يعلم ربنا اللي قاله، ويدي انت بتكلم ربنا بتطلب ولا بتوعظ؟ يستغل الفرصة ان الناس سمعه بيصلي، ويقعد بقى يطول ويحكي. اللي بيصلي يصلي من قلبه كلمتين وخلاص. لكن هنا مش بكتر الكلام. يقول يوحنا الدرجي قديس، يوحنا الدرجي يقول: لا تنمقوا الكلام في صلواتكم الخاصة، لأن تهتهت الأطفال في مسامع أبوهم أجمل من شعر الحكماء. فاهمين المعنى؟ يعني لما يبقى أب وابنه الصغير بيتهته كده بيقول كلام على قده خالص، أبوه مبسوط قوي بالكلمتين التعبانين اللي بيقولهم لأنه أبوه. إنما داخل واحد عمال يقول له أصله وفصله ويقول كلام كبير، الحكاية مش كلام كبير، قول من قلبك الكلام البسيط اللي انت حاسه خلاص. هنا بكثرة كلامهم، يعني في ناس تدش كأنه موضوع تعبير. هندش في الصلاة؟ لا، انت ممكن تزن على ربنا لأنك من جوه متألم، عمال تصرخ لربنا، اصرخ، عمال تنادي على ربنا، ماشي نادي بدل من قلبك اعمل اللي انت عاوزه. لكن انت هتقعد توعظ بقى في الصلاة وتقعد تحكي في الصلاة، عاوز تحكي ومن قلبك وفرحان احكي، لكن ابعد عن حكاية الناس وحاسب من انك تكون بتكرر الكلام باطل. ربنا يسوع سمع لواحد اسمه بارتيماوس الأعمى، كان قاعد شحات في السكة وسمع ان ربنا يسوع ماشي في السكة، وقال مش هفوت الفرصة: يا ابن داود ارحمني، يا ابن داود ارحمني. يسكته فيه ما بيسكتش، ما عندوش غير الكلمتين دول: ارحمني يا ابن داود. لغاية ما جابوه للمسيح قال له: انت عاوز ايه؟ قال له: عاوز اشوف. قال له: شوف. وفتح عينيه، لولا اللجاجة دي ما كانش شاف. المرأة الكنعانية بقت تمشي ورا المسيح يمكن ساعات تقول له: ارحمني يا سيد يا ابن داود، ارحمني، ابنتي مجنونة جدا. التلاميذ زهقوا قالوا له: مشيها، كفاية عاملة دوشة. قال لهم: مش انتوا بتقولوا ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب؟ مش انتوا بتقولوا لم آتي إلا لخراب بيت إسرائيل الضالة؟ أم سمعت هي وجات وقالت له: الخرفة والكلاب اللي تحت المائدة مستنين لقمة. الله عظيم إيمانك، انت كل الساعات دي عمالة تنادي وأنا هروحك فاضية؟ مش ممكن تروحي فاضية. ليكن لك ما تريدين. هنا ده تكرار محبوب عند ربنا، الحاح محبوب. لما تزن على ربنا من قلبك دي حاجة تفرح ربنا، طالما القلب هو اللي بيصرخ من الأعماق: صرخت إليك يا رب. خلاص اصرخ طول الليل. يقول موسى صرخ طول الليل وقت البحر، بعد كده شق البحر. هل صرخ كان بيقول قطع كده شعرية؟ ده كان بيصرخ: يا رب نجي شعبك، افتح يا رب البحر، انقذنا. لكن مفيش يعني كلام كتير هيتقال. حينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم، فلا تتشبهوا بهم. مشكلتنا ساعات نقلد ناس في الصلاة، نقلد الناس. لا، احنا ربنا يسوع علمنا نصلي، عشان كده هيعلمنا دلوقتي أبانا الذي هيعلمنا. يقول هي الصلاة أصلها مش محتاجة تقعد تقلد الناس بيعملوا ايه. الحكاية ببساطة، قل له: انت ابويا، نفسي اجي عندك، عديها اليومين دول على السلام، نفسي اسمك يبقى عظيم، نفسي كل الناس تعرفك، نفسي ملكوتك يملى الدنيا كلها. اقعد قول لابوك اللي انت بتحبه، بدل بتحبه احكي له. فلا تتشبهوا بهم، ما تقلدش. لان اباكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسألوه. طب هل معنى ان ربنا يعلم ما نحتاج اليه ما نطلبش؟ لا، نطلب، هو قال اطلبوا. انما معناها ايه؟ اطلب نتيجة احتياج، مش على سبيل ان ربنا مش عارف وبتعرفه. ما ربنا عارف. هل ربنا مش عارف انك عندك مشكلة وانت الان؟ عارف، عارف طبعا. انما هتروح لمين وانت تعبان غير ابوك؟ يبقى اطلب: ارحمني يا رب، انقذني يا رب،
نجيني يا رب، أعدائي كسروا علي. أصرخ واطلب لأن أخليك مطمن أن أنت مش بتقول حاجة عجيبة على ربنا، ربنا يعلم جيدا ما تحتاج إليه قبل أن تسأله، إنما هو مستنيك تطلب عشان تفرح. اطلبوا تأخذوا فيكون فرحكم كاملا. ما الواحد يطلب وربنا يسمع له يفرح أكتر. إنما ربنا ممكن يدينا حاجات كتير قوي ما طلبناهاش ما نحسش بقيمتها، لكن لما نطلب ونصرخ نحس بالاستجابة نفرح أكتر. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.